إذا رجعنا لكم مشاهدينا مجددا ومستمرين معكم إن شاء الله حتى تمام حتى العاشرة مع مجموعة المحطات والمتابعات المختلفة. مجددا نرحب بزميل أحمد الكعبي الذي لديه مجموعة من الأخبار الرياضية وأكيد الضيوف حول الأحداث الرياضية. مساك الله بالخير أحمد مجددا. مساء النور والسرور مجددا راشد. إذا أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام مع الفقرة الرياضية من برنامجكم من عمان، وهذه المرة كما ذكرنا في البداية الحديث راح يكون إن شاء الله عن الدورة الرابعة لرياضة المرأة الخليجية، ويسرنا أن نرحب الآن بالزميل العزيز أحمد بن جميل النعماني عضو اللجنة الإعلامية. أهلا وسهلا بك أحمد. أهلا وسهلا فيك أخوي أحمد، وتحية كبيرة لكل من يتابعنا عبر قناة عمان العامة ومن خلال هذا البرنامج الرائع اللي أكيد له شعبية رائعة في كافة السلطنة. أهلا وسهلا بك. نتكلم في البداية عن يوم الأمس والافتتاح الجميل، الاحتفالية الجميلة والحضور المميز، حضور على مستوى عالي جدا، شخصيات كبيرة كانت متواجدة بالإضافة أيضا للحضور الجماهيري الكبير. بالضبط. طبعا مثل ما تفضلت أحمد، الدورة الرابعة لرياضة المرأة الخليجية، لو رجعنا بشكل عام عن هذه الدورة والاهتمام من القادة الدول مجلس التعاون والاهتمام بالمرأة، وربما من حسن الصادف أن نحن نحتفل بافتتاح الدورة ونفس الفترة هو اليوم العالمي للمرأة، ومحاسن الصدف ربما أن نحن نحتفل بهذه المرأة والاهتمام العالمي ونقول والخليجي واهتمام السلطنة برياضة المرأة بشكل خاص. كانت الأمس الحفل الافتتاح مثل ما تفضلت، رياضة الدورة الرابعة لرياضة المرأة تحت رعاية مع الدكتورة مديحة الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، وبحضور رسمي كبير سواء من داخل السلطنة أصحاب المعالي وكذلك حضور رسمي من دول الخليج. نحن نتحدث ربما الشيخة نعيمة الأحمد القابر الصباح، سعادة الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة، من أبرز الشخصيات الداعمة لرياضة المرأة. ومثل ما تفضلت حفل ربما كان جميل ويتناسب ورسائل كثيرة ومتنوعة تبثها افتتاح الدورة. تاريخيا أحمد، البطولة هذه متى كانت النسخة الأولى منها وأين كانت؟ في البداية كانت اهتمام كبير من دولة الكويت لرياضة المرأة في عام 2008 بالضبط، بعدها انتقلت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2011 بالضبط، بعدها انتقلت إلى دولة البحرين أو مملكة البحرين في 2013، واليوم حتى رحالها في أرض السلطنة اللي دائما وأبدا القائد الأب الحنون يهتم بالمرأة بشكل عام، وخاصة الاهتمام يعني منقطع النظير عن بالمرأة بشكل خاص ورياضة المرأة بشكل خاص، وهذا ما جت استضافة السلطنة إلا الاهتمام الحكومي من السلطنة لرياضة المرأة. ماذا عن الألعاب الموجودة في هذه النسخة؟ أعتقد أنه عدد الألعاب زاد، كم لعبة موجودة؟ وبالنسبة لمواقع الألعاب أيضا بالضبط. هل كلها موجودة في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشهر أم هنالك أيضا ميادين أخرى؟ جميل جدا أحمد، مثل ما تفضلت تاريخ البطولة بشكل عام كان هناك عدد بسيط من الألعاب، وتطورت هذه الألعاب اللي تصل اليوم في السلطنة لعشر ألعاب مختلفة ومتنوعة، إضافة إلى ذوي الإعاقة كان أو ذوي الاحتياجات الخاصة كان لهم نصيب في هذه الدورة. نحن نتحدث عن ألعاب القوى، كرة الطائرة، كرة اليد، البولينج، التنس، كرة السلة، ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة، الفروسية، التيكواندو، الرماية. حبيت أن أقرأ من الكتيب حتى ما أنسى مجموعة الألعاب، عشرة ألعاب بالضبط. أغلب الألعاب هي في مجمع سلطان قابوس الرياضي في بوشهر، الفروسية في سيح المحامد، أما الرماية في ميدان غلا للرماية. كم بلغ عدد المشاركين بشكل عام، الوفود اللي وصلت للسلطنة قبل أيام طبعا للمشاركة في هذه الدورة؟ جميل جدا سؤال رائع. مثل ما تفضلت عدد كبير من الوفود وصلت للسلطنة، 10 ألعاب مختلف الألعاب، الوفود المرافقين، وعدد كبير جدا ربما من ضيوف السلطنة لهذه الفترة، وصل تقريبا 2000 ما شاء الله بشكل عام، سواء اللاعبين مع الوفود ومع المرافقين بشكل عام، فهذا أكيد إضافة كبيرة للسلطنة، وأهلا وسهلا فيهم في بلدهم الثاني سلطنة عمان، وأكيد هم الإخوان قائمين بدور جبار، ونحن مكملين لبعض هناك في لجان كبيرة
كانت موجودة برئاسة سعادة الشيخ رشاد الهناي وكيل وزارة الشؤون الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة لهذه البطولة، وإضافة إلى لجان كثيرة متنوعة ومختلفة. نقول نحن حالة استثفار قصوى في هذه الفترة للاهتمام بضيوف السلطنة لتلبية احتياجاتهم بشكل عام. على ذكر اللجان، نقترب من اللجنة اللي أنت موجود فيها، اللجنة الإعلامية، كيف كان يعني تعاطيكم مع البطولة قبل انطلاقتها وأثناء انطلاقتها مع اليومين الأوائل بطبيعة الحال؟ جميل. البداية كانت بعد صدور قرار معالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية لتشكيل اللجان بشكل عام، باشرت اللجنة الإعلامية مهامها بالتنسيق مع كافة وسائل الإعلام سواء داخل السلطنة وحتى خارج السلطنة للتغطية المميزة وإبراز هذا الحدث واستغلال نقول الجوانب المختلفة في السلطنة، استغلال الأمثل وعكس تطور الرياضة بشكل عام هنا في السلطنة لكافة المتابعين سواء داخل السلطنة وحتى خارج السلطنة. تواصلنا دائما مع صحافتنا سواء اللي هي المحلية أو حتى الخليجية، التواصل مع كافة القنوات التلفزيونية أو الإذاعية سواء داخل السلطنة أو حتى خارج السلطنة. أنا يعني أسجل شهادة تقدير وشكر للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على دعمهم الغير محدود في التسويق والترويج ونقول إثراء الجانب الإعلامي بكافة يعني الإذاعي أو التلفزيوني، فلهم كل التحية وكل التقدير. إضافة إلى ذلك لا تنسى نحن بطولة خليجية، فشيء طبيعي أن يكون هناك تواصل جميل مع كافة القنوات التلفزيونية والإذاعية والصحفية. يعني نحن نتحدث عن 10 قنوات أو 11 قناة تلفزيونية تنقل رسائل يومية من البطولة، يعني تغطية إعلامية كبيرة بالضبط في النهاية للبطولة. بالضبط. إضافة إلى الصحافة طبعا كافة صحافة دول مجلس التعاون أو حتى صحافة دول نقول الدول العربية بشكل عام سواء مصر أو حتى الدول الصديقة أو الشقيقة. طيب للحديث أكثر مشاهدينا الكرام عن هذا الموضوع، يسرنا أن تنضم لنا الآن عبر الهاتف الأستاذة مريم بن سيف الحوسينية مديرة بعثة السلطنة المشاركة في الدورة الرابعة لرياضة المرأة الخليجية. مساء الخير أستاذة مريم. مساء النور، أهلين. أهلا وسهلا بك. أبدأ معك مع الفعالية الأهم ربما في اليوم الثاني لهذه البطولة، واللي يعني ربما انطلقت قبل ساعة من الآن، الحديث عن افتتاح خيمة الحب والسلام. يا ريت لو تطلعين على مضمون هذه الخيمة وما هو متواجد فيها. طبعا فكرة إقامة الخيمة جاءت من منطلق أن نوجد مكان للاعبات أنهم يقعدوا مع بعض و يتناقلوا خبرات مع بعض، وهي أصلا الفكرة عبارة عن جلسات داخل الخيمة متفرقة، فيعطي فرصة لكل مجموعة بنات إنهم يتخذوا مكان ويتبادلوا الخبرات ما بينهم، الحديث إلى آخره. بالنسبة لافتتاح الخيمة، أقيم من ضمن الخيمة ركن لكل دولة مشاركة بالبطولة. جميل. طبعا فما شاء الله كان الحضور للخيمة جدا جميل، المعروضات اللي كانت موجودة كانت من صميم التراث الشعبي للدول، وكان خليط ما بين الشعبي والسياحي والرياضي، وكله متخصص بالمرأة طبعا. جميل. يعني بالإضافة للتنافس الرياضي الحاضر في البطولة، أنتم حاولتوا أن تستغلوا أيضا جوانب إيجابية أخرى، تعزيز أواصر التواصل والمحبة بين الأشقاء الخليجيين، بالإضافة أيضا للترويج لدول الخليج. الكل أتى بطبيعة الحال كما تذكري في الخيمة بمجموعة من المعروضات اللي ربما تعكس تجارب للمرأة الخليجية في مختلف المجالات بطبيعة الحال. أيوة. طيب ماذا عن مشاركة فرقنا حتى الآن في البطولة؟ كيف كان اليوم الأول وخسارة منتخب السلة، وهذا اليوم اليوم الثاني كيف كانت النتائج أيضا بالنسبة لفرقنا في مختلف الألعاب؟ طبعا بالنسبة للبطولة لمنتخب السلة، البنات أدوا ما شاء الله يعني مباراتهم كانت بأداء جدا جيد، يعني للأمانة مستوى البنات كان رائع، مع أنه الفئة اللي احنا مشاركين فيها ما شاء الله البنات عندنا ناشئات، والبنات العموم خلاص ما كانوا موجودين معانا وهم يلعبوا ضد بنات عموم كبيرة، لكن مستوى البنات للأمانة كان جدا ممتاز. يعني كمديرة وأنا حضرت لهم المباراة بأمانة راضية على مستواهن البنات. بالنسبة للرماية في ميداليات لبنات الرماية،
في الفردي وفي الفرق، وإن شاء الله بكرة بإذن تعالى ننتظر مزيد من الميداليات في القدرة، وننتظر إن شاء الله الألعاب الفردية. إن شاء الله البنات وعدين أنهم يأخذوا أكبر عدد ممكن من الميداليات في هذه البطولة، كلها موجودة معنا بالسلطنة. جميل جدا، شكرا جزيلا أستاذة مريم الحسينية مديرة بعثة السلطنة المشاركة في دورة الخليج الرابعة للمرأة الخليجية، شكرا لك. العفو. أحمد نعود لك من جديد، يعني بعد هذه الاستضافة أو من خلال هذه الاستضافة ما هي الانعكاسات المنتظرة على رياضة المرأة في السلطنة؟ بعد إذنك أحمد أنا بضيف على كلام زميلتنا وأختنا مريم مديرة بعثة منتخبنا، أمس كان السلة انهزمنا من الكويت، ولكن اليوم فرحونا بناتنا اللي هم فازوا بالمركز الفضية والبرونزية في الرماية بالمسدس، إضافة إلى ذلك فوز فاطمة النبهاني وسارة البلوشي بالزوجي زوجي التنس، فنبارك لهم والف الف مبروك وعقبال ان شاء الله بقيه المنتخبات، وما ان شاء الله البنات يعني الحماس والمثابره والاحتكاك، لا تنسى الاحتكاك هذا راح يضيف بشكل كبير لهن كأول مشاركة، ربما بعض المشاركات مثل ما ذكرت زميلتنا مريم أن لأول مرة، وهذا شيء راح يضيف لها اكيد لكل البنات اللي المشاركات في هذه البطوله، الانعكاسات شيء طبيعي مثل ما ذكرت الاخت مريم مره اخرى في الخيمه المحبه والسلام اللي حاليا افتتاحها، ومثل ما ذكرت تحتوي على مجموعه كبيره من الاركان، مجموعه كبيره من الاشياء، مجموعه تبادل الخبرات، تبادل الثقافات، تبادل العادات والتقاليد، التعارف، التجانس، نقل ما تملكه السلطنه من امكانيات بشكل عام وخاصة في رياضة المرأة، تطور السلطنة خلال فترات متعددة ومختلفة، كل هذا موجود في الخيمة، فهذا راح ينعكس للسلطنة انعكاس أكيد إيجابي، إضافة إلى ذلك أواصل المحبة والإخاء والعلاقات الودية ما بين اللاعبات بشكل خاص يعني. طيب عموما احنا شاكرين لك الزميل العزيز احمد بن جميل النعماني عضو اللجنه الاعلاميه للدوره الرابعه لرياضه المراه الخليجيه، شكرا جزيلا لك احمد. شكرا لك اخوي احمد، وتحيه كبيره لمخرجنا يعني الرائع دائما ابو يزن، انا تشرفت ان اكون معكم وتشرفت ان اكون في هذا النقل الحي والمباشر لبرنامج من عمان، واكيد اتشرف بهذا الشيء، ومثل ما ذكرت سابقا هذه الدوره راح تضيف بشكل عام للسلطنه اضافه رائعه ومختلفه، انا حبيت ولو كان دقيقتين ابو يزن يسمح لنا. تفضل، عيسى صالحي معنا موجود اليوم زميلنا. اهلا اهلا اخ عيسى، الله يعطي الصحه والعافيه، وان شاء الله يرجع ابو يزن اكيد بالصحه والعافيه. هي فقط شبكات التواصل الاجتماعي اللي هي نحن حابين نركز عليها، وعملنا بشكل كبير لنقل للبطولة أول بأول بشكل عام نتائج عبر حسابات وزارة الشؤون الرياضية، إضافة إلى الوسم اللي نحن عملناه بطولة رياضة أو رياضة المرأة أربعة، ممكن لكل الإخوان ومتابعة يعني مباشرة جدا للنتائج أول بأول، إضافة إلى الموقع الإلكتروني اللي موجود في البطولة اللي خاص للبطولة، نقل الحدث أول بأول، فنتشرف بالجميع، نتشرف بالمتابعة ونقول نساند المرأة أول بأول. وراح أختم كلامي للنطق السامي لحضرة صاحب الجلالة عندما قال الوطن يحتاج إلى جناحين في ضمن على الكلام، الجناح الأول هو الرجل والجناح الثاني هي المرأة، فإذا كان أحد الجناحين مكسورا فكيف راح يحلق هذا هذا الطائر في سماوات أو في آفاق السماوات المختلفة والكثيرة، ف لابد ان احنا ناخذ من النهج السامي لحضره صاحب الجلاله سلطان قابوس والاهتمام اكيد بالمراه. شكرا لك مره اخرى. شكرا لك. شكرا لكل الزملاء اللي معانا في اللجنه المنظمه، ونتمنى ان نظهر بطريقه اخرى ونحاول نكون ممثلين لهم ولو شيء بسيط. شكرا لك أخير. شكرا جزيلا لك احمد جميل النعماني عضو اللجنه الاعلاميه. اذا مشاهدينا متواصلون معكم، ونعود من جديد الى عايده وراشد في الاستوديو. سعيدة، شكرا يا أحمد، وشكرا لأحمد جميل زميلنا اليوم صار مسؤول وما تقدر تسكت مذيع يا أحمد.